اليوم احنا عندنا حملة تطوعية لمحاولة تنظيف مدينة لبدة من الفضلات المرمية فيها، وكذلك من الأشجار اللي سببت في انهيار بعض الجدران وإغلاق بعض ممرات المدينة، كذلك لتنظيف بعض الخربشة أو الكتابة من بعض الأشخاص على جدران المدينة، وما سبب هذا في وضع بعض المدن الليبية اللي هي 5 مدن أثرية ليبية في لائحة الخطر، ومحاولة ومحاولتنا لإزالتها من هذه اللائحة، وهم مدينة لبدة أولا وصبراتة ومدينة شحات وأغدامس وأكاكس. فمحاولة من نحن مصلحة الأثار تحت مسمى أثار أصدقاء التراث، أصدقاء التراث في محاولة لحماية مواقعنا الأثرية وخروجها من لائحة الخطر ورجعها لتحت منظمة اليونسكو والتراث العالمي. طبعا تهدف هذه الحملة اللي هي إزالة الأشجار المؤثرة تأتي مباشرة على مدينة لبدة، وكذلك بعض الخربشات الموجودة في المدينة. فشارك فيها العديد من أطياف المجتمع، سواء كان النوادي والكشافة والمجتمع المحلي والعديد من أطياف المجتمع. طبعا داعمين لهذه الحملة اللي هي شركة النسيم وشركة عيون سما ومصلحة الأثار ومنتزه المرح العائلي بالخمس. كذلك طبعا هذه الحملة انطلاقها كانت من السرايا الحمراء عند الساعة 7 صباحا، وصلنا لمدينة الخمس أو مدينة لبدة بالتحديد الساعة 9 صباحا. فكان البرنامج على شقين، الشق الأول هو تنظيف مدينة لبدة، فقمنا بتنظيفها بشوارعها المختلفة، والمرحلة الثانية هي برنامج فكاهي هو البحث عن مفتاح مدينة لبدة، هي توصيل المعلومة بطريقة سلسة وسهلة عن طريق البحث عن مفتاح مدينة لبدة.